نعم عزيزي، مرة أخرى تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. صراحة يصعد المحتل التركي منذ أكثر من 4 أيام في منطقتي تلتمر وزرقان من انتهاكاته واستهدافه بحق المدنيين العزل القاطنين في قرى وبلدات المرتبطة بناحيتي تلتمر وزرقان، حيث استهدف المحتل التركي منذ أكثر من 4 أيام وحتى اللحظة أكثر من 8 قرى مرتبطة بناحية تلتمر، إضافة إلى 5 قرى أخرى مرتبطة بناحية حيث زرقان. طبعا قبل قليل كان هناك قصف مدفعي عنيف ومكثف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون من قبل المحتل التركي على قرية الشيخ علي الواقعة شمال شرق ناحية التمر، إضافة إلى الليلة الماضية أو في ساعات متأخرة من الليلة الماضية كان هناك قصف مدفعي أيضا كان عنيفا ومكثفا بشكل كبير على قرية أم الخير الواقعة جنوب غرب ناحية التمر، والتي تعتبر قريبة أو محاذية للطريق. طبعا هذه الاستهدافات عزيزي، هذه الانتهاكات بحق المدنيين العزل أدت إلى تشكل موجات نزوح كبيرة من قبل السكان سامر، باتجاه قرى جميع هذه أخرى. القرى التي ذكرتها هي آهلة بالمدنيين. يعني بالفعل أغلب القرى أو جميع القرى الواقعة على خطوط التماس يقطنها مدنيون من المنطقة، يعني سكان القرى الأصليين، وخاصة القرى التي تتعرض لقصف مدفعي من قبل المحتل التركي بشكل متكرر في المنطقة تكون يعني مكتظة بالمدنيين أو يقطنها مدنيون أصليون أصحاب قرى تلك المنازل. طبعا تشكلت موجات نزوح كبيرة بسبب هذا القصف العنيف من قبل المحتل التركي باتجاه داخل ناحية التمر وقرى أخرى، إضافة إلى أضرار كبيرة في منازل وممتلكات المدنيين، عداك عن انقطاع التيار الكهربائي يوم الأمس أو يوم قبل الأمس، مما أدى إلى خروج محطة تحويل كهرباء التمر عن الخدمة بشكل تام وانقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من السكان الذين يقطنون الناحية والريف المحيط بها، واستمر الانقطاع إلى أكثر من 24 ساعة حتى استطاعت ورشات الصيانة التابعة لدائرة النقل وتوزيع الطاقة حسكة بالدخول إلى أماكن الأضرار في قرية الجمعة الآشورية وقرية الكيفتشي وقرية يعني مكان الضرر كان قريب من قرية أم الكيف أيضا الواقعة شمال ناحية التمر، واستطاعت بإعادة الخط إلى الخدمة مجددا. ولكن الانتهاكات التركية بحق المدنيين في مناطق شمال شرق سوريا عموما ومنطقتي تلتمر وزرقان مستمرة، خاصة في الأيام الأخيرة كان هناك تصعيد خطير من قبل المحتل التركي بحق المدنيين عزيزي. شكرا جزيلا الصحفي سامر ياسين على هذه المداخلة والإيضاحات، كنت معنا مباشرة من شمال وشرق سوريا، شكرا جزيلا.